أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. أنا اسمي ياسمين عمرو نادي، في الصف منتقل الصف الثالث الإعدادي، سني 14 سنة. بدأت أحفظ القرآن عندي 3 سنين وختمت بعد 9 سنين. ولما خلصت حبيت ان انا اخد اجازه واخد قراءات بعد ما اتممت الاجازه، يعني بروايه حفص، بروايه عاصم، بحفص عن عاصم وشعب عن عاصم. ويعني اتمنى ان ربنا يعني يوفقني بدرجه يعني عاليه في الثانويه العامه عشان اطلع دكتوره يعني، واوافق الناس يعني واوافق. يعني الواحد بيكون فرحان، حاسس ان هو يعني خد حاجه حلوه جدا في الدنيا تنفع في الاخره. و يعني لما الواحد بيسمع القرآن بيحس ان هو يعني بيكون هادي ويمنع من اي حاجه، مثلا من توتر ومن عصبيه ومن اي حاجه. انا فاطمه محمد محمود، عندي 13 سنه. بدات حفظ القران من سن 3 سنوات واتممت حفظه في سن 12 عاما. انا في الصف الثالث الاعدادي. اخذت القران بالتجويد والاجازه الامام عاصم. بعد ما تميت حفظ القرآن الكريم أتمنى من الله أن يوفقني وأحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة وأدخل كلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الاسم احمد محمد يوسف، صنف لغه عربيه وعلوم اسلاميه، ومحفظ معتمد لدى الازهر الشريف. الحقيقه قريه مطار طارس من حوالي اكثر من 30 سنه كان في جهود متفرقه فرديه لتحفيظ القران الكريم، فاجتمعت هذه الجهود واسسوا مؤسسه ترعى وتقوم على تحفيظ القرآن الكريم بكل جهود أبنائها الموجودين في هذا الوقت. وبالتالي بدأوا ينمو شيئا فشيئا حتى أصبح صرح كبير جدا، وكل سنة ليه خريجين كثر. وكمان ما اقتصرتش المسألة على مؤسسة واحدة، ده في أكثر من مؤسسة معتمدة لدى الدولة تحفظ، وفي أكثر من كتاب معتمد أيضا لدى الدولة يحفظ القرآن الكريم. وكل هذه المؤسسات في نهاية العام بتعمل حفلة كبيرة جدا وتكرم أبنائها من ختمة القرآن الكريم. بالنسبة لعدد الأولاد والبنات اللي بيختموا القرآن الكريم كل سنة، طبعا في أكثر من جمعية أكثر من مؤسسة في مطار طارس، فجملة هذه الأعداد بيتراوح من 200 إلى 250 دارس ودارسة سنويا بيختموا القرآن الكريم. فكرة تنظيم حفل سنوي للخاتمين والخاتمات ده أمر ضروري جدا جدا، لأن الطالب وولي الأمر بينتظروه سنويا، لأن ده التحفيز، ودي بيبقى ختام رحله مدتها 6 سنوات. فبالتالي لازم الطفل وولي الامر يفرحوا في اليوم ده، فعلشان كده بيبقى ده عرس قراني كبير جدا بتنتظره كل القريه وكل اولياء الامور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم